الإسكان تتيح الفرصة للمصريين بالخارج بالحصول على مسكنهم الملائم في وطنهم الأم، وتطرح وحدات سكنية في 6 مواقع متميزة. فما هي أماكن هذه الوحدات وشروط الحصول عليها والأوراق المطلوبة؟ كل التفاصيل سنستعرضها الآن لحضراتكم من خلال هذه التغطية. مصر تشهد تحولات جذرية في قطاع الإسكان منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي، فضلا عن وضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى إطلاق الرئيس مبادرة سكن لكل المصريين بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين وحتى المصريين في الخارج. وفي هذا السياق، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح المرحلة 10 التكميلية بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، وقال أنه يجرى تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع ليتضمن 1450 وحدة سكنية بمواقع متميزة بمدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ودمياط الجديدة وحدائق أكتوبر والسادات والمنيا الجديدة. وأوضح أن هذا الطرح يأتي في إطار حرص الوزارة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المقيمين بالخارج للحصول على مسكنهم الملائم في وطنهم الأم، وللنجاح الكبير الذي حققه المشروع منذ أطلقته الوزارة عام 2012. وكشف دكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب الوزير عن أن أولوية التخصيص ستكون لمن قاموا بإرسال حوالات كاملة ولم يستفيدوا منها خلال المرحلة 10، وطبقا لأولوية التحويل الواردة بكشف البنك المركزي المصري، ونوى أنه يتم تخصيص وحدة واحدة لكل حاجز، ومن ثم تسجيل باقي التحويلات لمن لديه أكثر من تحويل، وذلك طبقا لأولوية وصول التحويلات بكشف البنك المركزي. وأشار إلى أنه سيتم السماح لمن أرسلوا تحويلات بالمرحلة 10 باستكمال قيمة الدفعة المقدمة للوحدة السكنية الجديدة المراد حجزها في حال الاحتياج، بشرط أن يكون الاستكمال لحجز وحدة سكنية واحدة فقط، وسيتم إضافة الاستكمال بنفس أولوية المبلغ الأساسي المحول. ولفت إلى أنه لن يتم قبول طلبات إلغاء الحجز الذي تم تأكيده خلال الفترة السابقة والاستفادة من المبلغ للحجز ضمن الوحدات السكنية المضافة حديثا بالموقع، وأيضا لن يتم السماح بتحويل المبالغ من حاجز لآخر أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لآخر، إضافة إلى عدم السماح بتعديل أي حجز بعد تأكيده على الموقع. وسيتم طرح وحدات بيت الوطن في المناطق التالية: مدينة العلمين الجديدة، مدن أكتوبر، الشيخ زايد، أيضا مدينة العبور وبدر، القاهرة الجديدة، وأيضا الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة. وبالنسبة لشروط حجز بيت الوطن للمصريين بالخارج فهي كالتالي: يلتزم المشتري بقبوله الاشتراك في الشركة، أي الشخص الاعتباري الذي يتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع، ويتم سداد مبلغ الوديعة المحدد مع الدفعة المقدمة، كما يلتزم بسداد أي فروق للشركة في هذا الشأن سنويا. أيضا يتم تسليم الوحدة لصاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد بالإعلان عن برنامج تسليم الوحدات بالصحف اليومية أو الموقع الإلكتروني للمشروع، الذي على أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن الوحدة بعد سداد 1% مصاريف إدارية ونصف بالمئة مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الوحدة بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني وصاحب الشأن أو وكيله وفقا للنموذج المعد لذلك، على أن يكون التوكيل المقدم توكيلا خاصا محدد الغرض أو بموجب توكيل عام
رسمي مخصصة. أيضا إذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد بالفقرة السابقة تطبق قواعد إلغاء التخصيص وفقا للائحة العقارية المعمول بها بالهيئة وأجهزتها. في حالة إلغاء التخصيص قبل استلام الوحدة يتم خصم 1% مصاريف إدارية ونصف بالمئة مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الوحدة. أما في حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الوحدة يتم الخصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% من إجمالي ثمن الوحدة سنويا من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد، بالإضافة إلى الخصم الوارد بالبند السابق. والآن مشاهدينا سنستعرض لحضراتكم الأوراق المطلوبة لحجز هذه الوحدات. أولا صورة من جواز سفر الأبناء والزوجة، ثانيا صورة من تصريح الإقامة في الدولة الأجنبية، ثالثا صورة من جواز السفر المصري للمتقدم للحجز، رابعا مستند يثبت الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق عفوا أو الوفاة. وكان قد شدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على ضرورة الالتزام بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمصريين في الخارج والعمل على توفير حزمة متنوعة من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها وتوفير أراض لهم بجميع المدن الجديدة للتيسير على المواطنين وزيادة الرقعة السكنية إلى 15%. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام تغطيتنا، بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.